لو عملنا بحث حول أكثر كلمة متداولة بين الصغار والكبار هذه الفترة في العالم والبلاد، لوجدنا كلمة كورونا على رأس القائمة. ما الذي فعلا يخيفنا ويقلقنا؟ هل هو خطر الإصابة أم نقل العدوى؟ الخوف من المجهول أم كثافة المعلومات التي تصلنا؟ كيف يتوجب علينا التعامل مع الخوف والسيطرة عليه؟ ما هي التصرفات والسلوكيات الحكيمة التي تتماشى مع الوضع الراهن؟ على هذه التساؤلات سنحاول الإجابة وأكثر مع ضيفنا عبر تقنية سكايب بروفيسور مروان دويري، أخصائي علم النفس العلاجي الطبي والتربوي. أهلا فيك بروفيسور مروان. أهلا فيك بروفيسور مروان. يعني طبعا فترة صعبة عم بتمر على البلاد، ما الذي يهدد صحتنا النفسية يعني إضافة للقلق والتوتر في ظل انتشار مرض الكورونا؟ الأوضاع النفسية اللي ممكن تدخل فيها الناس في مرحلة الكورونا هي بتبدأ في قلق وخوف، بس هون مهم ننتبه إنه مش كل الناس عايشين نفس درجة القلق والخوف. في ناس عايشين درجة قلق كتير عالي أو متوسط أو بالمرة بدون قلق، وحتى في بعض الناس مبسوطين وبيعتبروها إيجازي. لما منفكر في الظاهرة مننتبه أنه القلق هو مش نابع من وجود الكورونا أو أخبار الكورونا أو احتمال العدوى، إنما متعلق في شخصية البني آدم وكيف هو بفكر، كيف هو بفكر على نفسه وعلى الدنيا وكيف هو بواجه هذا الموضوع. وأنا مهم يعني نفهم إنه القلق مش نابع من عوامل خارجية، إنما نابع من طريقة التفكير وصور ذهنية اللي بحطها الواحد في ذهنه اللي بتخوفه. يعني عمليا القلق موجود بالرأس مش بريت الرأس. هنا يعني مهم ننتبه، إذا الرسم اللي بعت لكم إياه ممكن يطلع على الشاشة عشان أشرح النقطة بيكون كتير منيح. طبعا موجود معك بروفيسور. مهم ننتبه إنه في تفكير اللي إحنا بنفكره اللي ممكن يسبب القلق والخوف، وفي كمان صور ذهنية. نبدأ بالتفكير، يعني واحد من أنماط التفكير اللي كتير شائعة عند بعض الناس هو إنه إحنا إسه في فترة اللي الموت بدق على أبوابنا، إحنا محاطين في فترة اللي الموت يعني بداهمنا في أي لحظة. طبعاً أي واحد بفكر هذا التفكير من الطبيعي إنه يفوت في حالة قلق. بس المفروض نفحص هل هذا التفكير صحيح ولا لا، هل فعلا الموت بداهم ابوابنا وبيوتنا واطفالنا وكل واحد منا. الحقيقه هي انه لا، يعني اليوم في اسرائيل اليوم اعلنوا تقريبا حوالي 2000 مريض، 2000 من 8 ملايين. بيحكوا على انه ممكن يوصل عشرات الالاف، ممكن 10,000 20,000 او 50,000. بالاخر احتمال انه شخص منا يلتقي مع شخص عنده يعني فيروس الكورونا هو بتروح بين 1 لـ 6% احتمالات. هذا على فرض ان الواحد بيطلع من بيته وبقابل كثير ناس. وكمان اذا بنضيف لهذا انه كل واحد منا بيقدر يتخذ اجراءات وقائي اللي انه يبعد مترين وانه يغسل وانه يعقم وكل الشغلات، عمليا احتمالات العدوى بتصير قريبه من الصفر. في فرق بين اني انا اعتبر انه احتمال العدوى او المرض هي قريبه من الصفر، او انه اعتبرها انه هي على الباب ولسه انا بدي امرض او اولادي يمرضوا او نفوت المستشفى. زيد لهذا انه حتى المرض نفسه احتمالات الوفاه منه هي كثير كثير قليله. فعمليا فكره انه الموت بداهمنا هي فكره خاطئه، او اللي بده يتمسك فيها من الطبيعي انه يخاف، بس بده يفكر تفكير منطقي بتحرر من هذا الخوف. دماغنا مش بس بفكر، كمان بنتج صور ذهنية، وأي صورة ذهنية بنتجها دماغنا عمليا بتأثر على شعورنا وعلى حالتنا الجسدية. نأخذ مثال، يعني إذا واحد بتخيل أو بتذكر ذكرى محزنة من حياته بحزن وممكن يبكي. إذا بيحضر فيلم مرعب دقات القلب بتزيد وبحس الواحد في رعب وفي خوف. يعني الصور الذهنية اللي بنحطها في دماغنا بتنعكس اوتوماتيكيا بشعورنا وبرد فعلنا الجسدي. بس في حالة الكورونا اوكي معك فضل. انا معك بروفيسور. طبعا يعني حكيت عن الصور الذهنيه في حاله انه يعني لا سمح الله اصيب احد افراد العائله بالفيروس، طبعا هذا تاثير كبير على الشخص نفسه وعلى يعني افراد العائله. كيف ممكن هذا الشخص والعائله نفسها يحاولوا يحافظوا على صحتنا النفسيه؟
راح اتطرق لهذا بس اكمل فكره الصور الذهنيه. الصور الذهنيه هي نوع من الفيلم اللي يعني اللي بشغله بضله تعبان كل النهار. يعني الصور الذهنيه بتبدا في انه انا ممكن انعدي، بدي اروح افحص، بدي اروح على غرفه الطوارئ، بدي امرض، بده يتفاقم وضعي، بعدين وفاه، بعدين جنازه. فيلم اللي الناس تحضره. هذا الفيلم مهم ان ننتبه انه ممكن قطعه، ممكن شخص يقطع هذا الفيلم، بس لازم يعند على قطعه وينتقل لتفكير ثاني ما يضلش يحضر هذا الفيلم، لان اي واحد بيحضر هذا الفيلم طبعا بيعلق. الشيء الثاني اللي انت سالت عليه هو شو يعمل الواحد اذا بصير في حاله عدوى. اولا الجواب الاساسي هو اتباع ايش بيقولوا يعني وزاره الصحه والاطباء، حجر، وان كان لازم علاج او اي شيء، يعني هاي الشغلات اللي لازم تتبع. الجانب النفسي من الموضوع اللي انا بدي اتطرق له هو انه احنا دائما لازم نفهم انه احنا مش عاجزين، لانه حاله العجز هي بتزيد القلق، ممكن تدخل البني ادم في حاله اكتئاب وبالتالي وضعه بيتفاقم. بس احنا مش عاجزين امام هذا الوضع، حتى مش عاجزين امام اذا وصلنا للفيروس او احد افراد العائله مرض بالفيروس. في اشياء اللي نسويها امام هذا الفيروس، وفي اشياء بنسويها كمان بحياتنا اليوميه. كل ما احنا انشغلنا ببرنامج يومي هذا بخلينا في صحه نفسيه جيده. الانشغال بالاخبار، انه نحضر الاخبار هاي 4 5 ساعات اللي بيعيدوا فيها نفس الموضوع، هذا بس بزيد القلق. فالمفروض انه نعمل برنامج يومي، اذا الواحد بعده بيشتغل يكمل في شغله، اذا بيشتغلش موجود في البيت يعمل برنامج يومي لنفسه مع الاسره. برامج مختلفة اللي بقدر أسويها في البيت، ابتداء من حديث، ابتداء طبيخ، قراءة، فيلم أو أي شيء من هذا النوع. الانشغال في إشي اللي الواحد يحس أنه بيعمل إشي، هذا أكثر عامل ممكن يحمي الشخص من أضرار القلق والخوف، وبالتالي يحمي نفسه من اكتئاب أو هبوط نفسي. طبعا مهم جدا. بروفيسور مروان، يعني هل حسب رأيك عم بوفر الجهاز الصحي في البلاد الاستشارة النفسية لدعم الناس لاحتواء يعني مشاعرهم في هاي الأزمة؟ طبعا انت حضرتك قمت بمبادرة قيمة جدا في من خلال يعني التطوع لعدة ساعات اسبوعيا لمساندة الناس بهاي الفترة. اطلعنا كيف الناس عم تتواصل معك، وشو اكثر شغلات يعني مخوفتين مقلقتين بشاركوك فيها؟ حقيقة أنه يعني في كتير خدمات مش بس اللي أنا بقدمها، في أغلب السيكولوجيين والمهنيين في هذا المجال وعاملين اجتماعيين ومستشارين مجندين بأطر مختلفة، إن كان منظمات أو بشكل فردي. فالإجابات على الأسئلة هي موجودة عند كل الناس، ويعني كمان العلاج ممكن يكون من خلال علاج تليفوني اللي يعني أنا فاتح الإمكانية لعلاج بالتليفون، وكمان آخرين فاتحين الإمكانية لعلاج بالتليفون. فالدعم النفسي متوفر، بس بضل أن الواحد ما يركنش على دعم بالخارج. بالآخر هو بده يشتغل على نفسه، بدينا أنه يقطع الأفلام هاي المرعبة اللي في باله، يفكر بشكل منطقي، ينشغل. في كمان شغلة مهمة اللي بقدر الواحد يسويها، لأنه لما إحنا بنكون في حالة خوف أو قلق، كمان الجسد بيكون في حالة خوف أو قلق، وتفرز كتير هرمونات ضارة في الجسم، كورتيسول وكاتاكولامينيم وغيرها اللي ممكن تضر في الجسم وتضر في أداء القلب، أداء الأمعاء، أداء التنفس، كل الأداء هذا. فهنا في ضرورة لأنه الشخص يتبع طرق اللي بتتسمى استرخاء، وأنا بعت لكم لينك للي بده يعمل استرخاء، ممكن تحطوه على الشاشة. أكيد. اللينك اللي بقدر الشخص يتحكم في جسمه ويتصادق مع جسمه ويخلي جسمه في حالة استرخاء او ريلاكسيشن. واللي بفوت على هذا اللينك بشوف انه في بيبدا في انه الواحد يرخي العضلات، بعدين التنفس، بعدين يصغي للقلب، بعدين يصغي للتنفس، وكل هاي الشغلات. بدنا نفهم انه لما الواحد بيكون في حاله قلق عمليا ذهنه بيكون مشغول يا برا في انه يواجه شيء، او انه بيطحن هاي المحطه اللي حكينا عليها او الافلام الرعب اللي بيكونش منتبه، لانه جسمه كمان قاعد بتوتر. مجرد الاصغاء للجسم هذا بهدي الجسم، انه نصغي للتنفس، نصغي لدقات القلب، نصغي لحاله جسمنا، هل هو جوعان، هل هو بردان. الاصغاء للجسد عاده بهدي النفس. هذا واحد. الشيء الثاني كمان في طرق اللي بتسمى طرق مديتيشن او مايندفولنس،
اللي فيها الواحد يعيش اللحظة، لأنه إحنا دماغنا دماغ البشري يعني عنده موهبة اللي ممكن تتحول لنقمة. الموهبة هو أنه الدماغ الأمامي تبعنا بيسمح لنا نتخيل، بيسمح لنا ننقطع عن اللحظة اللي إحنا منعيشها، ننقطع عن اللحظة اللي إحنا منعيشها ونسترجع ذكريات من الماضي، أو نروح لخطط أو شغلات مستقبلية أو صور خيالية. هاي النعمة اللي بتخلي الإنسان يتفوق على بقية الكائنات الحية في أنه يعني يفهم ويستنتج ويتعلم والآخر. بس لما الواحد بضله مقطوع عن اللحظة اللي هو عايشها، هذا كمان بزيد نسبة التوتر الجسدي والنفسي. عشان هيك في ضرورة في هاي الحالات الواحد يرجع يتعلم كيف يلامس ويحس اللحظة اللي هو عايشها. يحس بمعنى يشغل الحواس تبعته، يعني يشوف، يسمع، يشم، يلامس. هاي الشغلات احنا يعني بننقطع عنها لانه كل وقت مشغولين في صحيح. عالم خيالي او تفكير خيالي اللي بخطط لقدام او برجع لورا. فلتهدأت النفس والجسد في ضرورة الواحد كمان يتعلم انه هيك بين الحين والاخر هيك يطلع حوالي، شوف ايش في حوالي، يتمعن في الاشياء، يتأمل الاشياء، يحسها بكل حواسه. هي كمان طريقة لتهدئة النفس في هذه الفترة. بروفيسور مروان، يعني هل نقدر نقول إنه حالة الطوارئ اللي إحنا موجودين فيها وفيروس الكورونا سيرفع من مناعة الناس؟ يعني خلنا نقول إنه هل له أثر إيجابي على الصحة النفسية؟ زي أي يعني حالة ضغط ممكن تكسر وممكن تقوي. فأنا بتوقع أنه يمكن بعض الناس نتيجة لهذه الظروف هيك ينكسروا ويطوروا قلق أو اكتئاب أو اضطرابات نفسية تاني، وممكن أو أنا بتوقع أغلب الناس يقدروا يقووا أنفسهم إذا هن بتبعوا الإجراءات اللازمة، إن كان الوقاية والحماية الفيزية من الفيروس أو اتباع التوجيهات النفسية اللي قاعدة تعطى بعدة أطر غيرها المقابلة. إذا الناس بتبعوا هاي الطرق أكيد بيطلعوا أقوى. وأنا بتوقع حتى الناس اللي كان عندهم اضطرابات نفسية سابقة ممكن إسا بهاي الفترة يقووا أنفسهم وحتى يطلعوا من الاضطرابات النفسية السابقة. وهذا واحدة من الشغلات اللي أنا بلاحظها عند الناس اللي أنا كنت أشتغل معهم قبل، اللي كانوا مشغولين في قلق بخص حياتهم الشخصية، إسا انتقلوا لقلق من الكورونا ومواجهة قلق الكورونا ممكن يساعدهم يطلعوا من أزماتهم الشخصية كمان. هذا بسبب الخبرة اللي اكتسبوها يعني من الأزمات اللي أيوة. دخلوا فيها. أيوه. بروفيسور مروان دويري، أخصائي علم النفس العلاجي الطبي والتربوي، شكرا لك على هذه التوصيات القيمة. دمت بألف خير. شكرا.